مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكيو على وهبي الخزري اللي مره اخرى يسجل في شباك باريس سان جيرمان، لكن قبل البدايه من تونس والنجم الساحلي، وبعد الاخبار اللي تحدثت على قرار الحارس ايمن المثلوثي الاعتزال وعدم مواصله المشوار مع الفريق الموسم القادم، مساعي كبيره من المسؤولين في النجم لاقناعه بالتراجع على الاعتزال وتجديد العقد لمده موسم، خاصه بالنظر لقيمه البلبولي سواء من الناحيه الفنيه او في تاثير الشبان. نواصل مع النجم الساحلي اللي برمج مقابلة ودية ضد اتحاد بنقردان نهار الثلاثاء الجاي في سوسة. الاتحاد المنستيري انتصر اليوم وديا على اتحاد بنقردان 1-0، هدف المقابلة الوحيد سجله عبد الحكيم أموقرا. في نادي البنزرتي اليوم تم الإعلان على تركيبة الهيئة التسييرية الوقتية واللي فيها أمير الجزيري رئيس، شريهان العربي نائب رئيس، هشام الخضراوي كاتب عام، وهيكل بن سيب أمين مال. الهيئة هذه تسير الفريق إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة في أجل أقصى 3 شهور. اتحاد تطاوين تعاقد مع ظهير الأيمن الجزائري وسام بركات حتى لجوان 2025. بركات عمره 21 سنة ولعب في السابق مع نصر حسين دي والشباب قسنطينة. من جهة أخرى اتحاد تطاوين برمج زوز مقابلات ودية ضد الترجي في جربة وضد النادي الصفاقسي في صفاقس. في كرة اليد اليوم مقابلة ودية بين سبورتينغ المكنين والترجي الرياضي التونسي. المقابلة في قاعة المكنين توقفت في الدقيقة 10 من الشوط الثاني على تقدم الترجي 25-21. السبب هو استحالة استكمال المقابلة هذه بسبب رمي المقذوفات من الجماهير اللي كانت حاضرة، وكيف كيف صارت اعتداءات لفظية على بعثة الترجي. الاتحاد العربي لكرة اليد أعلن اليوم مشاركة نادي الإفريقي والترجي في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس المؤهلة للسوبر جلوب. البطولة العربية تحتضنها تونس من 17-27 سبتمبر. تعاقد لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد جهاد جبلة مع نادي الكويت الكويتي وباش يشارك مع الفريق في البطولات الخارجية. في كرة السلة النادي الإفريقي تعاقد مع المدرب البرتغالي فاسكو كورادو اللي سبق له خدم في الإفريقي مدرب مساعد لماريو بالا. من جهة أخرى تم التعاقد مع اللاعب المهدي السايح لمدة 2 مواسم. خارج تونس وهبي الخزري هدف مرة أخرى ضد البي اس جي. اليوم فريق مونبيلي خسر 5-2 ضد البي اس جي. وهبي الخزري سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد مونبيلي، هدف تسجل في الدقيقة 58، هو الأول لمونبيلي في المقابلة متاع اليوم. وهبي الخزري كان أساسي وخرج في الدقيقة 78. في مقابلة أخرى اليوم في البطولة الفرنسية موناكو تعادل مع رين بنتيجة 1-1. في انجلترا اليوم المفاجأة كبيرة وهي الهزيمة الثقيلة ولا الانتصار العريض لبرنتفورد على حساب مانشستر يونايتد 4-0. 4 أهداف تسجلوا في 35 دقيقة، ومان يونايتد حضور كريستيانو رونالدو اللي كان أساسي كان عاجز على تسجيل حتى هدف واحد في المقابلة. في بقية النتائج أرسنال ربح ليستر سيتي 4-2، أستون فيلا اللي دربوا جيرار ربح إيفرتون اللي دربوا لامبارد 2-1، مان سيتي فاز على بورنموث بنتيجة 4-0. في إيطاليا الميلان ربح ودينيزي 4-2، ساندوريا خسر ضد أتلانتا 2-0، وليتشي خسر ضد الإنتر 2-1. في إسبانيا بداية متعثرة للبارسا رغم وجود المنتدبين الجدد والتعادل مع رايو فاليكانو 0-0. سلتا فيغو تعادل مع إسبانيول 2-2، وفالادوليد خسر ضد فياريال 3-0. في ألمانيا لايبزيغ تعادل مع كولن 2-2، ماتش كامل للياس الصغيري مع كولن. باير ليفركوزن خسر ضد دوكسبور 2-1، وارتا برلين تعادل مع إنتراخت فرانكفورت 1-1. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فان بونات.